بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. نكمل شرح كورس المايكرو كنترولر. اتكلمنا قبل كده على الكونستراكشن اوف مايكرو كنترولر وشرحناه. اتكلمنا بعدها على أنواع المايكرو كنترولر. اتكلمنا بعد كده على الداتا شيت بتاعت المايكرو كنترولر. اتكلمنا بعد كده على الريكويرمنتس سواء كانت سوفت وير او هارد وير، وقلنا في برنامج بروتلس ده اللي عايز شرح عشان الناس اللي ما اتعاملتش معاه قبل كده، ان شاء الله هنحاول نشرحه ونحطه برده كفيديو. بالنسبه لمكونات الهارد وير، فان شاء الله هيتم وضع فيديو لكل الكومبوننت اللي احنا محتاجينها او لمعظمها، اوريها لكم شكلها عامل ازاي في الهارد وير، وخاصة الباور سبلاي. بعد كده المفروض ان احنا نتكلم في الفيديو دوت على ازاي اقدر اختار المايكرو كنترولر، او بمعنى اصح لو انا عندي ابلكيشن معين وعايز استخدم في الابلكيشن دوت، عايز استخدم المايكرو كنترولر، فبناء على ايه هبتدي احدد نوع المايكرو كنترولر اللي انا هروح اشتريه. قال لك بناء على مجموعة من البارامترز او مجموعة من العناصر اللي بيها تقدر تحدد نوع المايكرو اللي انت هتشتريه. اول حاجه اللي هي النمبر اوف انبوت اوت بوت بينز، نقدر نقول النمبر اوف ديجيتال انبوت اوت بوت بينز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا ابتدي احدد في الابلكيشن بتاعي انا محتاج كام سويتش، ومحتاج اوصل كام سنسور. السنسور ده شغال ديجيتال، ناخد بالنا من الكلام عشان في سنسورات انالوج وسنسورات ديجيتال. فانا ابتدي احدد الحاجتين دول، عندي كام انبوت وكام اوت بوت. الانبوت بقى هيبقى عندي كام سويتش وعندي كام سنسور ديجيتال لو هو كان فيه سنسورات ديجيتال اصلا. طيب كده انا حددت الانبوت وحددت عدد السويتشات اللي انا عايزها، ابتدي احدد الاوتبوت بتاعي. انت عايز كام بن للاوتبوت؟ هيبقى في عندك مثلا ليدات، هيبقى في عندك ال سي دي، هيبقى في عندك 7 سيجمنت، هيبقى في عندك ريلي انترفيس. كل الحاجات دي هتحسبها وتبتدي تعرف انت عايز كام بن للاوتبوت. بعد ما حسبت الحاجات ديت يبقى انت كده عرفت انت عايز كام بين للانبوت وكام بين للاوتبوت. تبتدي تعرف بقى تحدد نوع المايكرو كنترولر اللي يكون فيه عدد رجول تناسب العدد اللي انت عايزه للبروجكت بتاعك. فده اول بارامتر احنا بنحدد بيه اللي هو النمبر اوف ديجيتال انبوت اوتبوت بينز. طيب نكمل بعد كده، هل بقى البروجكت بتاعك اللي انت هتشتغل فيه ده فيه سنسورات انالوج؟ يعني في مثلا حاجه زي التمبريتشر سنسور مثلا عشان تقرا قيمتها وعلى اساسها تاخد اكشن معين. لو في تبتدي تشوف انت عندك كام سنسور، وتبتدي تحدد انت عايز كام بن تقرا عليهم او كام تشانل تقرا عليهم القيمه الانالوج دي. فلو انت عندك مثلا 5 سنسور، انت عايز 5 تشانل او 5 بن تقرا منهم قيمه الانالوج، تبتدي تختار برضه مايكرو كنترولر بالمواصفات دي اللي هو يكون فيه 5 تشانل. ال 16 اف 78 الاي اللي احنا شغالين عليه فيه 8 تشانل. طيب ده البارامتر الثاني. البارامتر الثالث اللي هو الميموري سايز. الميموري سايز، معلش الكتابه مش مظبوطه شويه. الميموري سايز ده هنوقف عند حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي الفلاش ميموري اللي انا بكتب فيها البرنامج. طبعا الفلاش ميموري ديت بقدر اعرف انا عايز قد ايه من الفلاش ميموري لما اجي اكتب البرنامج واعمل له كومبايل. البرنامج المايكرو سي بيوضح لك انت استخدمت قد ايه من الفلاش ميموري. فانا ببتدي احدد لو انا عملت البرنامج ولقيت الفلاش ميموري وببتدي اشوف في الفلاش ميموري قد ايه، واختار على اساسها الايه، واختار على اساسها المايكرو. مثلا هفترض مثلا يعني انا وانا بعمل البرنامج بكتب البرنامج في المايكرو سي اخترت 16 اف 78 ايه، وبعدين بعد ما عملت كومبايل لقيت البرنامج اللي انا كتبته استخدم حجم فلاش ميموري اكبر من الحجم بتاع 16 اف 78 ايه، يبقى انا لازم ادور على مايكرو الفلاش ميموري بتاعته اكبر من 16 اف 78 اي. طبعا حاجه ثانيه ولكن احنا مش هندخل فيها، حجم الاي اي بروم مش هندخل فيها دلوقتي لان هي مش موضوعها. بعد كده الانتربتس، برضه هنسيب موضوع الانتربتس ده دلوقتي. في الانترنال اوسيليتور. ايه الانترنال اوسيليتور ده؟ ده احنا قلنا فيه الاوسيليتور ده اللي انا بولد بيه او اللي انا بتدي الكلوك للمايكرو كنترولر. وقلنا فيه منها نوعين، في نوع انترنال واكسترنال. في بعض المايكرو بيبقى فيهم انترنال اوسيليتور، يعني انت ممكن ما تحطش كريستاله،
وفي بعض المايكرو ما بقاش فيه انترنال اوسيليتور. انا مش فاكر ال 16 اف 8 70 ايه فيه ولا لا، بس تقريبا بنسبه كبيره ان هو ما فيهوش انترنال. فانت تبص على الحته دي هتفرق معاك، هتفرق، والكلام ده هنعرفه في المشاريع قدام. بعد كده الانترفيسز، ايه الانترفيس ديت؟ الانترفيس ديت اللي هي الحاجات اللي احنا شرحناها في الاول، اللي هي دي اللي هي الاي دي سي، السيريال انترفيس، الايثرنت انترفيس، اليو اس بي، الانالوج كومباراتورز، الحاجات دي كلها. شوف انت محتاج منها ايه في البروجكت، في البروجكت بتاعك او في الابلكيشن بتاعك، وتبتدي تشوف انت الامكانيات اللي انت محتاجها دي موجوده في المايكرو ده ولا لا. لو مش موجوده تبتدي تختار نوع احدث يكون فيه موجود الانترفيسز دي. طبعا البرايس انا يعني مش بحب ان انا احط البرايس في الاخر، لان الابلكيشن اللي انا عايزه هو اللي بيربطني بالمايكرو اللي انا هشتريه، مش هربط نفسي بالسعر. فديت مجموعة البارامترز اللي انا بتحكم بيها لما اجي اروح اشتري مايكرو كنترولر. اول حاجة النمبر اوف ديجيتال انبوت ديجيتال اوتبوت بينز، تاني حاجة الانالوج انبوت او الانالوج تشانلز، تالت حاجة الميموري سايز، رابع حاجة الانتربتس، خامس حاجة الانترنال اوسيليتور، سادس حاجة اللي هي الانترفيسز. ممكن يكون في بارامترز تانية لكن ديت اهم البارامترز اللي انا بقدر بيها احدد نوع المايكرو كنترولر اللي انا هشتريه. وكده في الفيديو اللي جاي ان شاء الله المفروض نخش نعمل ريفيجن على السي بروجرامنج ريفيجن، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو دوت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.